السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شعارنا لهذا العام عاشوراء الظهور لوحة الفضائل والقيم، يتضح من خلال العنوان عمق الارتباط بين قضية الإمام الحسين عليه السلام وثورته والإمام المهدي وظهوره. إن من أولى العناوين التي سيظهر بها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يا لثارات الحسين، لا نقصد فقط القصاص من قتلة الإمام الحسين بهذا المعنى الظاهري، فمن قتل الحسين عليه السلام قد ولى إلى مزبلة التاريخ، إنما نقصد بتلك الحركة الرسالية التي ستقود العالم بقيادة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، ومعه تلك النخبة الصالحة الذين تخرجوا من مجالس الحسين عليه السلام بما قد أودعته فيهم من الهمة والعزيمة والإخلاص والروح السامية. أيها الأخوة، كلنا قد سمعنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إن مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ثم قال: بأبي هو وأمي، إن أهل بيتي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. إن الإمام الحسين عليه السلام والإمام الحجة نجمان عظيمان لامعان في سماء الرسالة الإسلامية المحمدية. أيها الحسينيون المهدويون، إن المجالس الحسينية بمثابة جامعة بحجم الكون لإعداد الأنصار لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه بما تزرعه فيهم من روح الإخاء وروح التسامح وروح العطاء وروح تحمل المسؤولية لتؤهلهم لذلك اليوم لرفع شعار يا لثارات الحسين. أيها الأحبة، نحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة، نحن اليوم علينا أن نتحمل تلك المسؤولية بأن نحيي ذكرى الإمام الحسين عليه السلام وشعائره بكل وعي تام وبصيرة ثاقبة، حتى نكون درعا ونكون بلسما لصدر الحسين وصاحب الزمان، لا نكون سهما في صدرهما الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بلسما لا جرحا، أملا لا ألما، زينا لا شينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.